ابن الثقافة الصعيدية بكل مفرداتها، هو ابن ثقافة الحي الشعبي القاهري زي ما عرف نفسه. هو من مواليد 29 من يناير عام 1954 في الفسطاط بمصر القديمة، لأسرة نازحة من الصعيد من قرية الصوامعة شرق التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك بحثا عن الرزق. اسمه على اسم معشوقه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي تمنى في يوم من الأيام عودته من جديد. شاعر تعرفه الجماهير، يكتب قصائده بروح مصرية خالصة مستمدة من الواقع والموروث الشعبي، وموغل في عاميتها واستخدامها للألفاظ والمعاني المتجذرة في صميم الهوية المصرية. يحافظ على نزعته القومية مؤمنا بالعروبة إيمانا لم تزعزعه حقيقة أن الوحدة العربية أصبحت مجرد حلم وردي متآكل تعبث به المحن والصراعات. كفح بشعره وكتاباته في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ضد التوريث وتكميم أفواه المعارضة. جمال محمد أحمد بخيت أو جمال بخيت، شاعر الحب والحرية، بدأ كتابته للشعر في المرحلة الإعدادية. نشرت أول قصائده وهو طالب في الثانوي في مجلة صباح الخير، كانت نقطة تحول كبيرة في حياته. رفض دخول امتحان الثانوية العامة لعامين قبل أن تقنعه والدته الحاجة حياة باستكمال الدراسة ودخول كلية الإعلام. تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 79، عمل في مجلة صباح الخير حتى وصل إلى رئاسة تحريرها، كما ترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 87 و90. كتب عددا كبيرا من الأغاني لمطربين ومطربات مصريين وعرب، اختاره المجلس الأعلى للثقافة في مصر كواحد من الشعراء الهامين الذين يمثلون 100 عام من الشعر. ألقى قصائده في أمسيات خاصة به في عدد كبير من الدول العربية بدعوة من وزارات الثقافة أو الجامعات في هذه الدول، كما كتب العديد من الأغاني في المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية. اختارته الإذاعة المصرية أكثر من مرة ليكتب الأغنية التي تشارك بها في مسابقة الأغنية العربية والتي يقيمها سنويا اتحاد الإذاعات العربية لجامعة الدول العربية. شارك شاعر جمال بخيت في ورشة الشخصيات العامة لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التاريخية التي وافقت عليها الجمعية العمومية بأغلبية أصوات وصلت نسبتها إلى 87%. الليلة الأهلي يحاور يستضيف شاعر الحب والحرية جمال بخيت للحديث معه في الحب والحرية والأهلي والرياضة.